نتكلم بقى في حاجة أنا بشوفها إنسانية جدا يعني من الدرجة الأولى، وحاجة بتعيد للسيدة مرة تانية ثقتها في نفسها، بترجعها للحياة مرة تانية بعد معاناة يعني قوية وكبيرة هي مرت بيها، وهي عملية استئصال الثدي نتيجة أورام سرطانية. أنا متهيألي يا دكتور السيدة خاصة لو صغيرة في السن أجرت جراحة زي دي وتم استئصال الثدي بالكامل، يعني ما هيش جراحة تحفظية، أنا بتهيألي إن هي بتبقى بتعاني نفسيا جدا. ده حقيقي، حياتك قول لي يعني. ده حقيقي. العبء النفسي على مريضة سرطان الثدي حاجة لا تحتمل، ربنا ما يوريها على حد. صحيح. عشان كده حتى الحملة بتاعت سيادة الرئيس بتاعت السنة اللي فاتت، المرأة المصرية وسنة عام المرأة والكلام ده، كان هدفها الرئيسي هو الاكتشاف المبكر للأورام. هيفيدنا بإيه؟ هيفيدنا إن أنا ملجأش للجراحات بتاعت الاستئصال أو بتر الثدي، اللي هي الحاجات الأولد فاشن بتاعت زمان، ان انا الحق الحاجه بدري علشان اقدر احافظ على الثدي. طيب قدر الله ما شاء فعل استأصلنا الثدي، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ نهايه العالم؟ لا، مش نهايه العالم خالص، ليها حلول وليها طرق للعلاج واعاده البناء للثدي والكلام ده كله. هتفرق معاها نفسيا زي ما حضرتك قلتي، طبعا تفرق معاها في تقبل العلاج بعد كده. اهو ده اللي عايزه اقوله، اه انه ان هي بعد كده هتقدر تلجأ للعلاج اللي هو بيبقى قاسي جدا برضو كمان، يعني العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي. هي اصلا بتمر بضغوط عصبيه ونفسيه كتير جدا، فحاجه تخليها افضل نفسيا، يعني العمليه دي اكيد بتخليها افضل نفسيا كتير قوي. هو باختصار مريضة السرطان ما تبقاش ناقصة، يعني اي هي فيها اللي اي مكفيها، صحيح. تمام، ربنا يساعدها يا رب. فاحنا الموضوع بالنسبة لنا ما تبقاش انت، تبقى انت جزء من الحمل اللي عليها، انت تحاول تخفف الحمل شوية، تمام. في حاجات انا مضطر ليها زي ما حضرتك قلتي، العلاج الكيماوي، العلاج الاشعاعي، الكلام ده انا خلاص مضطر ليه، ما بقاش مزود العبء بعبء نفسي، تمام. ان هي حاسه، ما بقتش حاسه ان هي زي الاول، ان هي حاسه ان هي ناقصه حاجه كبيره جدا تخص شكلها الانثوي، فبالتالي ده مأثر في نفسيتها. فده بقى اللي بتعمله العمليه التعويضيه التجميليه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اتعمل بحث في امريكا من فتره طويله جدا ما بين السيدات المصابين سرطان الثدي او المحاربين سرطان الثدي اللي استأصلوا الثدي خالص بدون تعويض وبدون اي حاجه، والناس اللي عملت جراحات حفاظ على الثدي او التحفظيه، ان انا ما شلتش الثدي كله بس شلت الورم وشلت الغدد الليمفاويه المسؤوله عنه وسبت الثدي زي ما هو، والحالات اللي اتعمل استئصال مع اعاده بناء او تجميل للثدي، اتحط كومباريزن او مقارنه ما بينهم هم الثلاثه في تقبل العلاج في ستيجز زي بعض، يعني اخترت العينه من الناس دي نفس مراحل المرض في كل حاله، تمام، وشفنا استجابتهم للعلاج عامله ازاي. وجد هي مختلفة طبعا تماما، فرق السماء والأرض، لأن أنت بتتعامل مع واحدة ست بمنتهى البساطة هتقفل على نفسها باب البيت، مش عاوزة أخف خلاص، مش عايزة تشوف حد، أنا مش حياتي عايزة اتدمرت، أكمل، مش مش عاوزة عايزة أخف أكمل علاج. بالظبط. فإحنا خاصة بقى لو الزوج مش داعم، يعني لو للأسف فيه، وبتواجهني حالات زي دي كتير. انا برضو يعني انا دايما اقول انه دعم الزوج النفسي ده من مهم الحاجات جدا، المهمه جدا اللي بتسرع جدا من شفاء السيده، لانه جزء كبير من علاج السرطان هو دعم يتعلق الاهل بال والقرايب والناس تبقى كلها جنبه، صحيح، يعني يتعلق بالشق النفسي يعني. قبل كده مريضه عندي كان زوجها اخذ الولاد ومشي راح قعد عند مامته، ليه؟ عشان خاف لحسن تعرضه للاشعاع، عشان هي بتاخد اشعاع، ففهم ان الاشعاع ده هيأثر على هتعديه أولاده. او ممكن تعديه هو وولاده. طيب السيدة دي بقى حالتها النفسية تبقى عاملة ازاي لما اتدمرت تلاقي طبعا. الزوج خايف منها ما هو وخايف على أولاده ده فكرة اللي مجتمع، هم أولادها منها؟ احنا بنتكلم في فكرة مجتمع. هو علاج السرطان عمره ما كان دوره في الاطباء بس، ولا في الحكومة بس، ولا في الاعلام بس، هو مجتمع كمان كل لازم. بالظبط كلنا لازم نتكاتف لتوعية الناس. كان زمان حتى قبل ما نتجه لموضوع الاورام والكلام ده كله، كان زمان دايما اعلاناتنا عن ايه؟ شلل الاطفال، تطعيم، تحديد النسل، الكلام ده. النهارده بقينا بنتكلم في حاجات تانية، بقينا بنتكلم في علاج فيروس سي، بنتكلم في اورام الثدي، صحه المراه، بنتكلم في امراض الكلى والضغط. حاجات مهمه دي، صحه بالظبط، المراه ما دي اهم بكتير دي جدا من الست حاجات تانية. المصريه دي هي الست الجميله ده اكيد، الداعمه جدا لكل ده اكيد، عيلتها واهلها بالظبط، ست واولادها. ب 100 راجل. 600 راجل، انا مبسوطه قوي بالكلام ده يا دكتور، وفعلا بتبقى يعني عمود البيت في بيوت كتير قوي، ده الست حقيقي، هي اللي شايله المسؤوليه في كل حاجه ده حقيقي، احيانا يعني في بيوت كتير.
فلازم احنا دورنا ان احنا نكون جنبها بقى في الستيج اللي زي دي او في المرحله زي دي في حياتها، لازم كلنا نبقى جنبها. ما يروحش الزوج يتجوز عليها عشان هي عملت العمليه دي، مش عاوزين نخش في السياسه زي ما بيقولوا. لا بس لازم نقول للازواج كمان، هو الصح طبعا ان هم يقفوا جنب بعض في مرحله زي دي. دعم الاسره مهم جدا للمريض، لان هو دعم الدكتور بتاعه حاجه ودعم اهله اللي منه حاجه تانية خالص. اكيد بيفرق جدا طبعا. طيب خلينا بقى نتكلم يا دكتور على تفاصيل العمليه المهمه دي، وازاي بيتم تعويض السيده وبتخرج يعني راضيه من العمليه. هو دي اكتر عمليه بنحس فعلا بقيمه العلم فيها. صحيح، اكتر عمليه فعلا واحنا شغالين مع المريضه بنحس بالفاليو او القيمه الحقيقيه لعلم جراحه الاورام مع علم التجميل. الاثنين مع بعض او الانكوبلاستيك سيرجري لما تتطبق في حاله زي دي بتبقى فعلا اول حاجه حاله انسانيه، تاني حاجه فيها فنيات ومهارات جراحيه رهيبه جدا. اولا اعاده ترميم الثدي او اعاده بناء الثدي دي اكتر من طريقه، مش طريقه واحده، تختلف على حسب العمليه اللي اتعملت في الاول. وتختلف حسب العينه اخذت علاج اشعاعي ولا لا. طب افاجئك بقى ان انا ممكن اعمل اعاده بناء في نفس اللحظه بتاعه الاستئصال بس في حالات معينه. معقوله؟ اه طبعا، يعني لو حال ربنا مقدر خلاص الورم لازم اشيل الثدي فيها مضطر، ممكن ان انا داخل اوضه العمليات نعمل الترميم في نفس اللحظه، فهي طلعت من العمليات عامله عمليه تجميل. ما عملتش عمليه ورم اساسا كانها يعني، بس فبتطلع حتى متقبله فكره ان انت هتاخدي علاج، هتاخدي علاج كذا، هتاخدي كذا. اه خلاص انت خففت ثلاث ارباع معاناتك. بالظبط، انت ما خسرتيش حاجه، انت مسافه سنه بالظبط هتكوني خلصتي علاجاتك وحاجتك وعشتي عادي. بس طيب السيدات اللي عملوا استئصال ثدي ليهم حلول؟ اه ليهم حلول كتيره. تمام، حلول تبدا من ان انا احقن دهون او احقن يعني انقل دهون من مكان لمكان، من مكان للثدي يعني، او ان انا احط حشوه سيليكون، وده حل بسيط جدا ان انا افتح واحط حشوه داخل مكان الثدي يعني القديم. ودي بتبقى على مراحل، بتبقى ستيج اوبريشن يعني، ممكن تبقى مرحله اولى وبعدين ادخل بعد كده بيبقى يتعمل زي جيب او بوكيت لوضع السيليكون فيه. بعد كده بنخش نحط السيليكون. وفي طرق تانية بقى متقدمه شويه ان انا زرع عضله بقى، ان انا ازرع عضله مثلا. هايل. عشان تبقى محاكاه للطبيعي شويه اكتر منها حاجه صناعيه او بروثاتيك يعني. طيب دكتور السيده اللي عملت استئصال للورم والثدي بشكل كامل، كمان بيتم استئصال الجلد معاه. بالظبط صح، مظبوط، الجلد الخارجي. فسؤالي بقى هنا يا دكتور، ازاي يعني بينفع او بيبقى في مكان نقدر نحط فيه الحشوات والجلد مستأصل ومشدود جدا؟ ومشدود مفيش منه ريدندنسي خالص. عشان كده قلت لك ان هي ستيجد يعني ليها مراحل. المرحله الاولى بنحط جهاز معين كده ممدد انسجه بيمدد الجلد ده. بيبدا كاني بعمل بستفيد بالخاصيه المطاطيه بتاعت الجلد، بعمل ستريتشنج للجلد. وبيتملي على مراحل، بيتملي بمحلول معين كده يفرد الجلد خالص. يبقى انا عملت جيب او مساحه معينه ان انا تحتوي فيها السلك. دي الفتره قد ايه يا دكتور؟ يعني ممكن تاخد 3 شهور. دي بتاخد فتره زمنيه 3 شهور. على حسب الفوليوم اللي انا عاوز احقنه طبعا. يعني ممكن واحده عندها الثدي السليم صغير مش هحتاج وقت طويل عشان اعمل مكان ليه. فهي تعتمد حسب الناحيه الثانيه عامله ازاي. نعم تمام.